الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. السعادة عميد الكلية، السعادة الوكيل، علم الزملاء من أعضاء التدريس، طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله الذي جعل اللغة العربية لغة كتابه المبين ولسان نبيه سيد المرسلين، حيث قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أيها الإخوة المباركون، إننا في هذا اليوم نحتفي باليوم العالمي للغة العربية لنبين شيئا من مزاياها وفضلا من فضائلها، يقدمه لنا في هذه المرة ليس أساتذة اللغة العربية فحسب، بل أساتذة علوم البحتة من فيزياء وكيمياء وحاسب آلي ولغة إنجليزية. فنرحب بكم أجمل ترحيب وأوفاء، وخير بداية لكل بداية آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا سعادة الدكتور محمود عبد الله يونس، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا لتنذر